التجارة الرقمية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. شكرا سيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، كنعرفوا جميع على أنه هذه واحد المدة ديال تقريبا 10 سنوات بزغت بعض الأنشطة لم تكن في الحسبان، ومنها التجارة الرقمية. التجارة الرقمية اليوم كنعرفوا أن مجموعة من المواطنين يشتغلون ويقومون بعملية بيع وشراء بواسطة هذه الآلية اللي سهلت مجموعة ديال الأمور، ولكن كل المشتغلين بها لا يشعرون بالأمن والأمان، خاصة وأنهم في حالة ما إذا انخرطوا في إحدى عمليات البيع والشراء يصعب عليهم الخروج منها، وكذلك أنهم يتعرضون لبعض العمليات عمليات النصب. أسألكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي اتخذتم لتطوير هذا القطاع الصناعي ولحماية المشتغلين به، وكذلك ما هي الآليات؟ شكرا السيد نائب. جاوب السيد الوزير المحترم. تفضل السيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد نائب المحترم على هذا السؤال. وفي إطار الإجراءات المتخذة في جانب متعلق بتسريع الثقة المستهلك في هذا النوع من التجارة ومحاربة حالة النصب والغش، نذكر الإجراءات التالية: الضمانات القانونية الواردة في قانون رقم 3108 حول حماية المستهلك والتي من شأنها ضمان حقوق المستهلك، تعزيز ثقة المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية. قامت الوزارة بإنشاء خالية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية في ظل مقتضيات القانون رقم 3108 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك، وذلك قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون للشراء عبر الإنترنت من الممارسات التي من شأنها أن تضللهم، كما يتم استقبال شكايات المستهلكين عبر البوابة www.خدمة المستهلك.ma. الدعم المالي السنوي المقدم لجمعيات حماية المستهلك وتحسيسه ومواكبته في معالجة الشكايات تتوفر هذه الجمعيات. انتهى الوقت سيد الوزير، شكرا.